هنا بيتك كونك افرد يلا بنا حطير من قد الدنيا من كل الدنيا من أرض الحلو وأرض الحب وأرض الخير. أقيم مهرجان أطفال العالم يلتقون، وذلك خلال الفترة من 20 إلى حتى 25 نوفمبر للمرحلة السنية من 12 سنة وحتى 17 سنة. شارك ضمن فعاليات المهرجان نحو 1500 طفل يمثلون 32 فريق من 25 دولة، بالإضافة إلى مشاركة أطفال مصر من مختلف المحافظات، وأيضا الأطفال من ذوي الهمم والأطفال من أبناء الجاليات الأجنبية المقيمين في مصر. أقيم المهرجان هذا العام من خلال وسائل التواصل الإلكتروني مراعاة للتباعد بسبب فيروس كورونا، وقد شهدت المدينة الرياضية بحي الأسمرات مراسم حفل الافتتاح، وتضمنت فعاليات المهرجان مجموعة من الفعاليات الافتراضية، منها عروضا للفرق المشاركة في مختلف دول العالم، ومجموعة من الورش الفنية والثقافية في الموسيقى، الغناء، الأداء الحركي والأنشطة الرياضية. وتم ذلك من خلال قيام الفرق المشاركة بإرسال الفيديوهات الخاصة بها عبر البريد الإلكتروني للمهرجان. يعد هذا المهرجان العالمي واحد من أهم التظاهرات والمناسبات العالمية التي يتم تنفيذها لهذه المرحلة العمرية، حيث شهدت فعاليات المهرجان هذا العام ردود فعل إيجابية في مختلف وسائل الإعلام العالمية، خاصة فيما يتعلق برسالة السلام من أطفال العالم والتي تم بثها من أرض مصر إلى كل ربوع العالم. طبعا مشاهدينا الكرام، احنا شفنا زي ما شفنا في التقرير دي كانت فوتج بتاعت او فيديو بتاع السنه اللي فاتت، عشان حبينا نوريكم بس الابهار كان حلو، كان الدنيا كانت عامله ازاي بمشاركه يمكن 21 دوله و1500 طفل، ودي كانت حاجه جميله جدا. خلوني بس اروح اكتر لمعلومات اكتر مع ضيفي الكريم استاذ عمرو عجمي مدير ومخرج المهرجان، ونعرف منه الفكره جت منين وجت ازاي وكم دوله مشاركه، ولما اتقلبنا اونلاين الدنيا ماشيه ازاي. خلينا بس نقول له صباح الخير. صباح الخير يا استاذ. صباح النور يا فندم. انت حضرتك نعم يا فندم، كله تمام، ربنا يخليك يا فندم ان شاء الله دايما يا رب. استاذ عمرو، يعني حبينا بس نعرف قبل ما نخش في التفاصيل، الفكره جت منين بتاعت المهرجان؟ الفكرة والله أنا أصلا أنا مصمم للرقصات يعني أصلا، ومخرج استعراضي، فأنا كنت بدرب لفرقة إسماعيلية للفنون الشعبية أطفال من سنة 2000، فحضرت يعني مهرجان إسماعيلية واشتغلت فيه كمدرب وكمصمم وكمخرج منفذ، اشتغلت مع كذا حد يعني أساتذتنا الكبار المخرجين طبعا. فاستهواني فكرة الفرق الغربية والعربية وان احنا نجمع العالم، الموضوع ده كان اخدني لغاية لما في فترة بعد بقى ما حصل الفترة بتاعت الثورة والكلام ده، وبعد كده الحمد لله لغاية لما مصر رجعت تاني الحمد لله بسلامة الله يعني. فتلاقيت جالي رسالة من البرازيل بيقول لي انت كويس وكده، قلت لهم اسرتك بخير؟ قلت لهم تمام الحمد لله، اصدقاء برضو في الفن يعني. فقلت لهم الحمد لله تمام بخير، اصل الاعلام عندنا بيقولوا ان مصر فيها قلق ومشاكل كانوا شغالين علينا صح يعني فعلا فكره لوبي بره. فالموضوع ده انا اتخضيت يعني، والحمد لله الواحد يعني بيحب بلده بجد يعني، فقلت لا يبقى لازم يعني، حسيت ان انا لازم يبقى ليا دور في الموضوع، ترد على ارض الواقع يعني، مش على ارض الواقع بس، لا بتعملوا ايه بالظبط. وجات لي فكره الاطفال كمان، قلت الرساله من الاطفال بتبقى احلى واقوى كي. وان احنا نرسل رساله ان احنا يبقى عندنا في امان في مصر وسلام، دي كانت هتبقى ان الاطفال العالم بقى كمان موجودين مش الكبار بس. فالحمد لله الفكره جات لي وعرضتها على الدكتور عزه الدري في الاداره المركزيه للطلعه في وزاره الشباب، والدكتور حسام احمد معاون سياده وزير الشباب دكتور اشرف صبحي لشؤون الطلايع. مش عايز اقول لحضرتك الدكتور اشرف اتعاون ازاي، وانا فاكر في اللقاء قال كده بالظبط، كل الدعم للمشروع ده لان ده مشروع هيظهر جمال مصر وكده، فدعمنا بطريقه غير عاديه يعني. الحمد لله اشتغلنا على الفرق، لينا اصدقاء
كتير بقى كونتهم من خلال خبرتي في السنين اللي فاتت الحمد لله، مديرين فرق وفرق بره مصر، اتواصلت معاهم الحمد لله، ومعايا شباب برضو من ولادي في اكاديميه عجميات، احنا عندنا اكاديميه خاصه بالاداء الحركي ومجموعه من الفنون يعني، قدرنا برضو نتواصل، هم كانوا ماسكين برضو الجزء الاونلاين والتواصل مع الفرق، الحمد لله عملنا دعايه كويسه السنه اللي فاتت، الحمد لله كان معانا 21 دوله. عايز اقول لحضرتك الموضوع كان تحت رعايه الدكتور مصطفى مدبولي، لان الموضوع الحمد لله كان في توقيته كمان، كانت رساله مهمه جدا ان مصر ارض الامن والسلام. مش عايز اقول لحضرتك اتبسطوا ازاي، كانوا ماشيين بيعيطوا، مش عايزين يعني عايزين يفضلوا قاعدين، عايزين يفضلوا قاعدين، ده كلام ده كلام في مكتوب مصر كل حاجه. احنا فندم كنا بادئين بدأنا المهرجان، عملنا عروض في أماكن مغلقة وأماكن مفتوحة، رحنا يعني في أماكن مفتوحة، كانت أكبر فعالية اتعملت في الهرم، رحنا كان معانا أكتر من 600 أو 800 من الولاد اللي جايين، قال كلهم كمان من بره مصر ودول عربية طبعا، كله اتصور ونزل صور على السوشيال ميديا، وعملنا صورة اللي هي كانت ظهرت كمان، عملنا صورة مجمعة كلهم لابسين تيشيرتات مكتوب عليها I love you Egypt، وعملنا المسج ده من عند الهرم، عملنا مسج تاني برضو كان قوي جدا برضو ما تكررش كتير في العالم، ان احنا لان برضو كانت الفكره برضو عندي انا، عندي يعني هي اونلاين السنه دي سبحان الله، بس هي الفكره كانت عندي برضو نسافر قصه ان الولد ده يرجع بلده وينزل صورته على الفيسبوك عنده على التواصل الاجتماعي فيحصل ان اهله يشوفوها واصدقائه، دي كانت فكرتي في الاساس دي مصر يا جماعه دلوقتي عشان ما تصدقوش اي حد تاني، ده على الواقع، دي حاجه حقيقيه، الولد ده هو متصور جوه مصر وبيبعت لكم صور. فطبعا عملنا بقى الفكره الثانيه اللي هو كان اول ديفيلي على كوبري معلق في العالم، يعني ربطنا الفن بقى بانجازاتنا الجديده مصر الحديثه ان شاء الله اللي جايه، فروحنا طبعا على كوبري رود الفرج، مش عايز اقول لحضرتك كان الابهار عامل ازاي والصور كمان طلعت عامله ازاي، وكان معانا اكتر من 1000 بالونه هيليوم لونها ابيض رمز للسلام، ودكتور اشرف، يعني دكتور اشرف حضر 3 فعاليات في يعني ده كان عامل لنا سبورت غير عادي للموضوع، الدكتور اشرف حضر 3 فعاليات في المهرجان، حضر معانا برضو الديفيلي على كوبري رود الفرج تحيا مصر، كانوا مبهورين، رحنا الصبح هم مش عايز اقول لحضرتك كميه الصور اللي نزلوها كمان من على الكوبري ومن على الهرم، طبعا الهرم اساسي طبعا تاريخنا، يعني هم بيبقوا مذهولين هم جايين عند الهرم، وعملنا حفل طبعا ختام كانوا في دار المناره، طبعا كانوا يعني هم يعني انا عاوز احرك في كل يعني اذا كان في اماكن العروض اماكن الاقامه الفسح بتاعتهم هم كانوا على المستوى كله كانوا مبسوطين جدا، نقلوا ده مبدئيا عن مصر بره بقى موضوع الفن مصر، فالناس دي صوره مصر يا جماعه، مصر الاولاد ماشيين في الاطفال اللي كانت واصله لهم خاطئه وان الدنيا مش امان، فحضرتك انا معايا 21 دوله بقى، مكسيك وايطاليا وبولندا ورومانيا مختلف العالم افريقيا من الدول العربيه، معانا جزائر وتونس ومغرب كانوا الثلاثه موجودين، بدات الصوره دي اتنين، الجزء بقى الفني كمان الفرق الثانيه لما شافت صورهم، فالسنه مثلا اوكرانيا جايه 4 فرق عايزين يشتركوا في الدوري، عايزين يشتركوا المكسيك معانا فرقتين، ايطاليا معانا الحمد لله فرقتين، فبدات الفرق اللي معاهم الثانيه شافوا ده بقى ده اللي فرحني ان الرساله اتحققت، بمعنى ان هم في نفس الدول في ناس ثانيه عايز تيجي، فالموضوع بقى منتشر الحمد لله. انا عجبني جدا يا عمرو ان انت فكرت ان انت تبعت رسائل كتيره للعالم، كتيره هي مش رساله ولا اتنين ان الفن قوه ناعمه وبس، لا ده انت عايز تقول بلدي امان، بلدي جميلة، وربطت بين الحضارة القديمة 7000 سنة زي ما بنقول والحضارة الحديثة، يعني الكوبري والشغل بتاعنا احنا بنبني وبنعمل تنمية زي ما اهالينا زمان كانوا بيبنوا وعملوا تنمية وعملوا شغل عالي جدا، وفي نفس الوقت بتنشر السلام والمحبة بين الناس وبتقربهم ودي حاجة كويسة جدا. فكرة المهرجان السنة دي كان تحدي كبير، موضوع كورونا ده بهدل العالم كله ودول كبيرة اقتصادها بيهوى وبيقع وحالتها حالة، لكن احنا في ظل الكلام ده بنعمل فعاليات وبنشتغل، والاداره المصريه مصممه ان احنا نفضل شغالين وبتدي تصريح وتقول لك اشتغل وري العالم جمال بلدك في ظل طبعا الاجراءات الاحترازيه، وده احنا ماشيين بفضل الله الحمد لله رب العالمين. السنه دي التحدي الاعظم ان انت كنت بتشتغل اونلاين، عملت ايه وازاي؟ ده الموضوع ده صعب جدا يعني. والله الحمد لله وربنا كان موفق، لان الحمد لله احنا بنبقى نيتنا دايما خير ونيتنا خير لبلدنا، احنا بنشتغل مع دكتورة عزة الدري رئيس الاداره المركزيه للطلايع، دي احنا مسمينها ام طلايع مصر وهي دلوقتي بقت ام طلايع العالم، يعني هي يعني مش عايز اقول حركه مخلصه في شغلها ازاي، وكانت بتسهر معانا الوقت طويل قد ايه، ومعاها برده دكتور حسام برده، يعني ناس محترمين جدا وشغلهم غير عادي، واستاذه هلا عثمان، الناس دي يعني بيتابعونا وبيوفر بيزلوا لنا اي مشاكل، وزي ما بقول لحضرتك برده الدكتور أشرف
10، فكل ده كان مخليك ان انت يعني لازم تكمل برضو، يعني انت يعني انت في دعم، يعني الدوله مش سايباك وبتدعمك، فانت لازم تكمل في الموضوع. احنا على بيج المهرجان انا مش بحاول ان انا إن يعني هم خلصوا مشوا بسيبهم يمشوا، لا انا طول السنه معاهم. مش عارف في ولد عيد ميلاده في بولندا بنبعت له هابي بيرثداي، مش عارف العيد القومي بتاع رومانيا بنبعت لهم في العيد القومي بتاع، طول السنه احنا معاهم مش سايبينهم. فجينا لما جت جائحه كورونا دي بقى وكلنا قعدنا في الحصر وكده، انا قلت طب وبعدين احنا كده، برضو دماغي فكرت شويه ما سكتش، قلنا لسه في اول الحظر، احنا معاد مهرجاننا 11، فما سكتش، فقلت طب ما انا ايه عشان الناس دي يحسوا ان احنا موجودين برضو ونكمل رساله مصر، وان مصر دي مش موضوع زيارتكم بس ليها. فبعدت قلت لهم يا جماعه يعني انتوا احنا قاعدين في البيت، اغنيه من قلب الدنيا اللي احنا عاملينها بتاعه المهرجان كل واحد يعملها في بيته، في الجنينه اللي قدام بيته، فعملوها وكانت رساله. وفوجئت بقى كمان ان هم بعتين رساله، يعني بيقولوا لي مسجات دي بروفات السنه اللي فاتت، ده مسرح وزاره الشباب طبعا اللي بيلم كل الفعاليات بتاعتنا وبيضمنا كلنا، يعني دول الولاد بقى ودي كلهم جنسيات مختلفه، شوف حضرتك مجمعهم حركه واحده، يعني احنا دوبنا العالم كله في حركه واحده. دي صوره الهرم اللي كنت بحكي لحضرتك عليها اللي في الخلفيه دي، ده في المناره اللي على شمالنا، في اليمين ده في المدرسه الباكستانيه، في رحنا المدرسه الباكستانيه عملنا عروض جوه المدارس عشان برضو دي مدرسه، ده رود الفرج برضو الكوبري اللي بحكي حضرتك عليه، جميل جدا يعني رسائل جميله جدا. كمان معانا هنا الولاد كمان بتوع مصر، مش يعني احنا معانا ولاد من اسوان ومعانا ولاد من اسماعيليه ومن بورسعيد ومن اسكندريه، فيعني كمان احنا مخليين معانا ولاد كمان من محافظاتنا عشان برضو يتواصلوا، يبقى التواصل حقيقي. جميل. فجينا جينا رومانيا معانا، الجميل هم يعني انبسطوا جايين وعايزين يشتركوا في فرق تانية زي ما انت قلت، دي حاجه جميله جدا يعني. والله حضرتك انا بقول لحضرتك التفاعل بقى السنه دي، المكسيك فرقه اللي كانت معانا السنه اللي فاتت وبرده صنوا يبقوا معانا السنه دي اونلاين، جت بقى الفكره دي، فبعتوا لنا كمان رسائل بقى ايه ان هم بيقولوا نفسنا الكورونا تخلص عشان احنا خايفين لو الكورونا تفضل موجوده، كان ايامها 3 4 شهر في 3 او 4، فكانوا خايفين بولندا، فكانوا خايفين ده السنه دي الفرق السنه دي يا ده دي حاجات اللي اتبعتت لك بقى السنه دي كان اونلاين، ده شعار السنه دي ده اوكرانيا برضو. شوف ناس واخدها جد ازاي. لا حضرتك انت الصفحات العروض عامله، حضرتك احنا لغايه امبارح عاملين 50,000 مشاهده، احنا لسه في رابع يوم للمهرجان ان شاء الله يبدا النهارده، عاملين في الثلاث ايام 50,000 مشاهده بالنسبه لبيدج خاص بشغل فني ما عليهوش سبونسر، يعني ده طبيعي من غير ما احنا نعمل سبونسر او نعمل حاجه، واغلبيته كمان ايه اللي مفرحني الاغلبيه اللي داخلين مش مصريين. اللي هي الهدف اللي احنا عايزينه، دي مصر يا جماعه، دي مصر مجمعه العالم كله، 30 فرقه 30 دوله، اكتر من حاجه و40 فرقه موجودين معانا، موجود معانا من اسوان لغايه اسكندريه، كمان من مصر معانا مرسى مطروح، شمال سيناء في رساله قويه جدا. الاولاد بتوعنا في شمال سيناء في العريش بعت لنا فيديو جميل جدا، احنا بنقول مصر بلد الامن والامان، ورساله المهرجان لمصر قلب الدنيا، اخدناها من قد الدنيا تبقى قد الدنيا كلمه سياده الرئيس، وعملنا من قلب الدنيا هنقول للدنيا هنا ارض الحلم وارض الحب وارض الخير. اكيد كلمات استاذ طارق علي صديق الشعر الجميل، والحان استاذ عمرو عرفه، وتوزيع استاذ محمد يحيى، وغناء سلمى عادل وعمرو عرفه. ما شاء الله. بس لا جميله، الجميل في الموضوع برضو عمرو انك مش بتكتفي بس بالكلام. لو انا قلت لك انا بلدي امان وجميله وكل حاجه في الدنيا، طب ها ايه، ما كل الناس بتقول كده، انما لما بتنزل على ارض الواقع وتشتغل وتوريهم وفيديو، ومثلا مش صوره ولا اتنين، لا ده انت بتتكلم في فيديو يعني، وساعات ممكن تطلع لايف وتوري الناس كلها الدنيا عامله ازاي، فده بيبقى ليه تاثير ايجابي بشكل كبير، خصوصا ان في ناس. طب انا هقول لك على حاجه، ايه رايك في الاعلام الخارجي في الفتره اللي فاتت كلها كان مركز جدا على ان مصر ما فيهاش امان والدنيا بايظه والكلام الفايده كله، فالناس للاسف يعني مش واصلين بالدرجه بتاعت الناس الثانيه، هما بيشتروا حتت واعلانات وبتاع يعني مركزين جدا في النقطه دي وبيشتغلوا صح في النقطه دي بالذات، ان هما يشوهوا الصوره اللي عندنا. احنا بنعمل حاجات زي كده وبتوصل هناك بتتقلب الايه تمام، ايه ده، هو بجد الكلام ده بيحصل يعني؟ احنا كل اللي بنشوفه ده كان اي كلام، فمش عارف. الجميل بقى الموضوع، شوف حضرتك فكرت في كده، في مليون واحد برضه فكر بطريقه، كل واحد في مجاله اكيد. بالظبط. رسالتك بقى للناس الثانيه ايه؟ هي دي الرساله بقى. يعني انا مثلا ممكن عشان انا مثلا بحب بلدي اصلا، انا مولود بحب بلدي كده، يعني انا لو خرجت بره مصر 10 يعني اسبوع يعني من بعد اليوم الثامن التاسع ده خلاص 10 يوم لازم ارجع، ما اقدرش.
وتلاقيني بعيط في الطياره. انا بحب البلد ده شعوري دايما يعني. فلما فكرت يعني ممكن حد تاني يقول لك لا لا يعني ممكن حركه الكلام اللي قلته ده مثلا, فممكن حد يقول لك يا بلاش بقى قصه المؤامره وعاملين يعني العالم كله. لا حضرتك في مش مؤامره, ده واقع حضرتك, ده حاجه حقيقيه. انا عن نفسي اهو كواحد مصري انا لمستها صدفه. انا ما كنتش هاخد بالي لما حد, انا ما كنتش هشوف لما حد يقول لي هو انت كويس. يعني حد بيسال عليا, صديق بيسال عليا بيقول لي انت كويس وعيلتك, قلت له في ايه, فقال لي كذا. من يومها انا صممت قصه ان انا اي حاجه بحاول على صفحتي, حتى مثلا عندي مجموعه اي حاجه عن مصر كويسه بنقلها بترجمها وابعتها احطها على صفحتي هم يشوفوها. لان ده دورك, ده دورك دلوقتي في اللي احنا فيه, ده دور كل مصري ليه في مجال عمله ان هو يعمل الصح. مش هنسيب بقى الدوله تشتغل لوحدها لا, ممكن انت تفكر في فكره صغيره. انا عرضت الفكره على جهه حكوميه, الجهه الحكوميه هي دكتور اشرف صبحي, وزي ما قلت لحضرتك دكتور قالوا لي كل الدعم. خصوصا ان انت معاك دلوقتي حكومه مستجيبه لكل الافكار المبدعه. اي حد بيبدا وعنده فكر حلو بيسندوه باقصى درجه بكل الامكانيات, والتصريح بتطلع في ثواني والدنيا بتمشي بسهل, وبتقدر تقدم الرساله اللي انت عايز تطلعها. احنا فندم موضوع الكوبري, قالوا لك كوبري ايه مش هيوافق. هم قالوا لك بقى, هم قالوا لك وهتجيب تصريح يعني ممكن تلاقي حضرتك بالظبط حد جنبك. نبعد بقى عن قصه الطاقه السلبيه, خليك دايما مع اللي بيديك طاقه ايجابيه. قابلك ناس كتير في عملوا لك طاقه سلبيه وانت بتفكر. بقول لحضرتك مثال اهو, حد قال لنا اتحركنا الحمد لله واتبعت جوابات وكل الدعم اتوفر لنا, ورحت مديريه امن الجيزه قالوا لي احنا معاك. بص حضرتك زي ما حضرتك قلت, حضرتك قلت كلمه مهمه جدا, ايه الكلام؟ أي. لا حضرتك احنا مش عايزين كلام, احنا عايزين فعل. انزل على ارض الواقع واشتغل. حضرتك اللي بيسافر بيسافر كمان غير جوه البلد, اللي بيسافر يشوف مصر بتتغير ازاي. أي. اطلع على الطرق, بس اطلع بره كده, روح بين اي محافظه لاي محافظه تانية, شوف اللي بيحصل, شوف الطرق كنت تسافر عليها بقت عامله ازاي, بقت عامله ازاي دلوقتي. اتحرك, شوف المدن الجديده, روح اسماعيليه الجديده, روح المنصوره الجديده, شوف اللي بيحصل في بورسعيد. الكلام ده كله والله العظيم انا بكلمه, انا شفت بعيني. أي. فعشان كده انا بتكلم, انا ما اتعودتش اتكلم على حاجه انا ما شفتهاش. فعشان كده كانت رسالتي للموضوع بتاع العالم ده انها لا, انا عايز انقل صوره بلدي الجميله دي زي ما احنا في مصر الجميله دي. مش عايز انا خلاص مصر الجميله جوه مصر ماشي, دوري بقى انا مثلا اعرف 100 واحد بره مصر. انا عايز اعرف ال 100 واحد دول ان مصر بقت جميله, وال 100 واحد دول يعرفوا كم 100 واحد بالظبط. يا فندم ده كان الدور بقى بالزبط. ان ال 100 واحد ده يعني احنا الفرقه في فرق من 20 ل 30. لما يبقى 30 اسره بره مصر مثلا في بلد زي ايطاليا, ابنهم مشترك في المهرجان بيخش على البيج يتفرج. أكيد. انا عايز احضرتك لو دخلنا يعني ان شاء الله, لو يعني في الختام تبقى موجودين معاك احضرتك, تاخدوا نتقابل تاني تشوف حضرتك وهم بيردوا على بعض على بيج المهرجان. لا ايطاليا بترد على اوكرانيا وبلاد يعني روسيا قول لي بيقولوا ايه. مبسوطين جدا وبيحيوا بعض بعد العرض. احنا عاملين جدول يعني فكره بقى اكمل حضرتك الموضوع ماشي ازاي. فاقترحنا فكره المهرجان الاونلاين, ان احنا اغنيه قلب الدنيا دي. فجت لي فكره ان قلب الدنيا دي احنا عاملين اخدين الحركات برضو بتاعتنا النوبي. يعني لما جيت صممتها اخد الحركات النوبيه بحيث برضو يبقى تراث مصر معانا, واخلي العالم ده كله بيعمل التراث بتاعنا. فاخدت الجمله الاساسيه بتاعتنا اللي هي من قلب الدنيا, ورحت مصمم عليها الحركه دي, وبقيت الاغنيه مخليهم هم يعملوا الفولكلور بتاعهم على الاغنيه بتاعتنا. فين بقى؟ في اي مكان مشهور اثري خاص بيك في بلدك, او في مكان مفتوح, بحيث ان احنا برضو نتفرج. يعني برضو قلت لهم احنا برضو عايزين نشوف الجمال عندكم في بلدكم برضو, عشان يبقى برضو في تواصل معانا. خدوا الاغنيه, عايز اقول لحضرتك اول ما نزلت الاعلان مش عايز اقول لك انتشر بطريقه, كانوا مبسوطين ويسمعوا الاغنيه. الاغنيه عجبهم جدا وبالخطوات كانت عجبهم جدا. فتخيل بقى حضرتك ان بدات, شوف روسيا, ايطاليا, اوكرانيا, بولندا, رومانيا, المكسيك, فنزويلا, اندونيسيا, بورتوريكو, يعني مش عايز يعني 30 دولة معانا, تونس بقى, المغرب, الأردن, فلسطين. معانا فرقة من فلسطين من نابلس, أطفال نابلس مشتركين معانا. دورنا دور مصر بقى طبعا. مصر اهي نابلس مشتركين معانا, وبنت من سوريا مقيمة في مصر طبعا. مشتركة معانا. فلسطين, الفلوجة من مصر مشتركين معانا. الجزائر من مصر ومقيمين مشتركين معانا. مصر برضو زي ما هي قلب الدنيا قلب العرب برضو طبعا. فبرضو محتضنين برضو فكرة الأطفال العرب اللي موجودين معانا هنا أو خارج مصر. برضو احنا موجودين معانا في يعني ما سيناش برضو وطننا العرب, وطننا الأم برضو طبعا. مش منسي في الموضوع, موجود معانا. فكل الحمد لله جاي لي الكاميرون موجودة معانا,
فجاي لي بقى من افريقيا، امريكا اللاتينيه، اسيا، اوروبا، من كل مكان. ايه اجمل العروض اللي انت شفتها؟ طبعا اكيد كلهم حلوين وكل واحد بيستعرض جمال بلده، لكن يعني ايه اللي شدك؟ يعني اكتر حاجه كانت ايه شدتك؟ والله لسه امبارح اندونيسيا امبارح عملوا عرض رهيب، لسه كان نازل امبارح. انا طبعا شايف العروض من بدري، بس امبارح اندونيسيا عملت انقلاب يعني في المهرجان، لان كله بقى كان اوروبا داخله. كانت اوكرانيا اول يوم عملت شغل جامد جدا، عندنا فرقه اسوان من مصر عملوا تابلو تحفه، مصر بقى ومش ما فيش حد يكسب مصر. النيل بقى والمراكب الشراعيه والمعابد، احنا فتحنا باسوان مش ممكن، انبهروا يعني. اسوان نزلت اول يوم بصراحه عملت حاله غير عاديه. هو مصر مشاركه بكم فريق؟ ب10 فرق ما شاء الله. معنا مع كل يعني الحمد لله، احنا حدودنا وقلب مصر يعني والقناة، يعني معنا اسماعيلية وبورسعيد من القناة، ومعنا اسكندرية، معنا مرسى مطروح. يا ده انت مشيت خدت التراث كله. معنا العريش ومعنا اسوان، معنا قلب الصعيد، معنا المنيا، ومعنا اسيوط، معنا الدلتا، معنا المنصورة، يعني مصر كلها برضو. احس ان احنا برضو هم لما بيصوروا فيديوهات برضو في محافظات مصر وبننقلها، برضو انا عايز برضو مصر الجميله تظهر طبعا، وزي ما حضرتك قلت من الصوره فيديو. فهي مصر اهي، فالولاد بيصوروا في المشاريع الجديده، وبيصوروا في الخضره، وبيصوروا على النيل، فبيبقى في الاثار. فانت بتنقل مصر زي ما حضرتك برضو بتتكلم معايا في ثلاث محطات، مصر الجديده اهي، ومصر الاثار اهي، وكمان المناظر بقى الطبيعيه والمناظر الجميله، فبتتنقل. فالحمد لله الموضوع الحمد لله في اقبال زي ما بقول لحضرتك على الصفحه عندنا غير عادي، وكله بيقول احنا 21 تعملوه بقى، يعني ان شاء الله كورونا تروح عشان 21 نيجي بقى. نيجي بقى. هم عايزين يجوا يعني عايزين يجوا بطريقه يعني، والله فعلا كل كلامهم مصر، احنا عايزين نرجع مصر تاني. والفكره الحمد لله اللي جم وكلامهم وفيديوهاتهم اللي شيروها وصورهم هي اللي عملت برضو بصراحه يعني دعايه لنا غير عاديه. يعني الفرق اللي جت ال21 اللي كانوا موجودين معانا السنه اللي فاتت، هم عملوا دعايه مجانيه لينا من غير ما احنا نعمل حاجه. كنت لسه بتكلم في الانترو بقول حاجه كده عمرو، برضو بقول البطولات، فاكر كاس الامم الافريقيه 2019 كانت عامله ايه والدنيا عامله ازاي؟ السنه الجايه باذن الله يعني خلاص الشهر اللي بعد اللي جاي يعني هنعمل كاس العالم لكره اليد، وبرضو هنعملها على اعلى مستوى باذن الله، هنعمل شغل عالي فيها، ويعني رياضيا وتنظيميا. الرسائل بقى بتاعه البطولات دي والفعاليات اللي احنا بنعملها دي شايفها ازاي؟ عامله ازاي للعالم؟ بتقول له ايه؟ لا دي رسائل مهمه جدا يعني اللي حضرتك، ان احنا يبقى مجال الرياضه مجال الفن، وزي ما احنا ماشيين يعني طبعا الانتاج والتطوير والتطوير طبعا في اللي بيحصل في المدن الجديده والكلام ده، دي حاجه طبعا غير عاديه، حاجه مذهله يعني. بس طبعا الرسائل اللي بره دي يعني انا مهتم دلوقتي بالموضوع ده فعلا، دي اكتر رسائل اطمئنان يعني. لما بيبقى حد متابع قصه الرياضه، وطبعا نجمنا محمد صلاح دلوقتي ما شاء الله كان عامل دعايه غير عاديه لمصر يعني. ف ده صوره واحده اللي نزلها بتاعت السمكه اللي ماسكها في الغردقه هنا، شوف عملت ازاي. ده غير بقى بيعمله طبعا بره بالظبط. هي الموضوع كده يعني، احنا لما بيجي عندنا حد فنان مشهور ولا حاجه بيتصور عند الهرم الصفحه يعني، ويل سميث لما كان جه شوف حضرتك عمل كام مشاهده وعمل دي حاجات مهمه جدا. فطبعا لا الحاجات دي مهمه جدا. لما نظمنا بطولة الأمم اللي فاتت كانت رهيبة، وحفل الافتتاح برضو كان مبهر جدا بصراحة. وإن شاء الله أنا واثق يعني الدكتور أشرف بصراحة، أنا يعني الدكتور أشرف بس كلمة حق ما بينامش يعني ما شاء الله، تلاقيه مش عارف الساعة 7 الصبح في اسكندرية، مش عارف الساعة 9 بالليل تلاقيه في بورسعيد، يعني ما شاء الله عليه أخد يعني بصراحة أنا ما بشوفوش بينام يعني. فهو طبعا يعني إذا ربنا أراد كلنا ثقة في الله وفي حضرته وفي اللجنة المنظمة إن هم يعملوا حاجة غير عادية يعني إن شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا، الوقت جري بسرعه بس انا مستمتع بالحديث جدا، وان شاء الله السنه الجايه باذن الله تعملها على ارض مصر لايف من غير اونلاين ان شاء الله. كورونا هتروح وهفكرك باذن الله ان شاء الله وهنشوف حاجات حلوه. عايز اشكر بس طبعا الشباب بقى اللي شغالين معايا اللي هم اكتر ناس تعاملين معايا، ياسر وعمرو، دول الشباب بقى اللي هم بجد متحملين كل الضغط، وهم اللي بيعملوا كل الميديا اللي على النت واستقبال وشغل اللي على الايميل بتاع المهرجان. انا بشكرهم برضو، وبشكر بصراحه كل فريق العمل، بشكر كل الفنانين اللي اشتركوا على مستوى العالم، والفنانين المصريين اللي اشتركوا معانا من محافظات ومراكز الشباب اللي على مستوى مصر. بشكر وزاره الشباب طبعا متمثله في دكتور اشرف ودكتور عزه الدري اللي هم دايما داعمين لنا في كل الانشطه اللي احنا بنعملها الحمد لله. تمام، وانا بضم صوتي لصوتك وكلنا بنشكرهم طبعا، وتحيه كبيره لهم. شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم، وطبعا حضراتكم سلطتوا الضوء ده، دي مصر برده، ودي قناه مصر. النهارده انا كنت جاي لاذاعه التلفزيون، دي بالنسبه لي حاجه كانت مبنى اذاعه التلفزيون ده طبعا حاجه جميله جدا. بشكر لحضرتك وكل فريق الاعداد ان انتوا سلطتوا الضوء على حاجه جميله زي دي، احنا بنشكركم جدا يا فندم. لا تشكرنيش، ده
شكرا يا فندم. بشكرك شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام نطلع فاصل سريع ونرجع تاني نكمل فقراتنا وبي كيرفل. يلا بينا.